Simon. كل الإخوة المناضلين كذلك كل الإخوات والإخوة الرؤساء جماعة ولا الأعضاء اللي كانت داخل الشباب وكانت ديما يعني الخوف ديالهم رؤساء الجماعة الله يرحمهم ويرحمهم. كذلك لابد نشكروا التعليمات ديال صاحب الجلالة الله ينصرو السيد رئيس الحكومة اللي كان ديما يتواصل معنا جميعا الإخوة الأخوات الأهالي واللي ما كايناش تاريخ ديال الحكومات في ظرف اسبوع يعني وقفنا على الهوى وقفنا على الاحصاءات الدقيقه ديال اللي وقعت وكانت الحكومه كتجتمع وكتجمع يعني تناسق ما بين الوزاره الدفاعيه وكذلك الجهات مجالس الجهه وكتوصل 292 مليون اعتقد هذا العمل هذا كنشكروا ليه السيد الرئيس سي عز أخلوش على هذه السرعه على الحكمه ديالو. فانا ما نعاودش حيت حقيقه الاخوان يعني بزاف الحاجات تقالت ولكن لابد انا نقول بان اليوم اولا كنشكر الشريكه التجمعيه على الاختيار ديالها وموضوع الساعه اللي ما كيعرفش ان اليوم هاد الشباب اللي اليوم عنده سنة واحد شهر واللي عنده 18 عام ان شاء الله من هنا خمس سنين تكون عنده 22 عام 23 عام ولكن الحماية الاجتماعية طبعا كل شي واحد كيشوفها بهذا المنظور اعتقد بان اساسية واليوم الحكومة عادة الاولوية ديالها لكن ما يمكنش نقولوا ان الحماية الاجتماعية وحدها هي الاساس ديال التنمية ديالنا اعتقد بان اليوم تبنات هذه الحمايه واحد الرؤيه استراتيجيه مدروسه اليوم اللي كنهضروا على مشروع ديال الدوله برامج ديال المؤسسات كتقطع فيها بعض المقاييسات وعلى مستويات وزارات كبيره اللي هي اليوم من الوزارات كذلك نعودوا من ما هو وطني وما هو جهوي وما هو محلي فاليوم كل هذه القوانين ان شاء الله اللي نزلات واللي باقا خاصها تنزل اللي خاصها تتكمل كنبنيو اليوم واحد السياسة اقتصادية مجتمعية سياسة بيئية اللي تبعدو عن دور النجاح السياسي كسياسي ك يعني كمخبار سياسي بأن النجاح السياسي والإدارية والاقتصادية التنمية والعدالة والرفاهية المجتمعية اللي بغيناها تكون في بلادنا اليوم التنزيل ديالها كيبدا بالتصحيح ديال الخلل سنقول بأن هناك خلل كانتش ما كانت عندها تصحيح الا بعض الاطر وحتى في ديك الاطر كانت هناك تجاوزات كما هو يعني هذه التجاوزات بحسب كل واحد كيفاش كيكوتيزي كل برنامج ديالو وكل كل اسيونس كيفاش كيخدم اليوم الحمد لله جينا باش يكون متساووا وغير مع بعض اليوم هذا القانون هذا عيبو عن خلال كلمة الاخوان بعد في الورشات وعيبكم بالتدقيق باش ما نخرجش يعني باش ما نخرجش في الحمايه الاجتماعيه ولكن نقول ان اليوم الحكومه مرغه في الاصلاحات وبعض الاصلاحات من ثم غادي تسوي التعليم هما هي خطيره ان شاء الله غادي تنزل نهضر على الاخراج ديال المنطقه الاستثمار نعم نقول ان اليوم من منطقه الاستثمار كعضو به ل 15 عام كرئيس ديال الغرفه الجهويه والغرفه الاهليه والغرفه الجهويه كرئيس جامعه تقريبا نادينا بها كما كنقولوا يوميا كل الاجتماعات كل الاجتماعات مع رؤساء رئيس الحكومه قبل ولا كل اجتماعات كنا كنقولوا الله يخليكم كيجيونا مستثمرين ما خصو والو خصو شي كونترا مع هاد الدوله شي كونترا مع هاد الناس اللي عيتوا ما كانش ميتا استثمار لا كانش شحال المستثمرين كيمشيو بحال حيت ما عندناش شي حاجه اللي كتثبت بان شي كونترا بيناتنا باش نقدروا السيد يكون عنده حق ديال مستوى العمل ديالو بحال اللي عند الناس برا كاين ديك راهت اليوم نشكر الحكومه على التنزيل اليوم داز المجلس الحكومي واليوم هو يعني دخل البرلمان وان شاء الله في اقرب وقت غيكون غيخرج وهنا لابد ما نقول بان استثمارات كثيره ف بعض الشيء باش ما بغيتش ندخل في ما هو جهوي ولكن اضطريت باش ندخل جهوي حيت بعض الكلمات اللي تقالت اليوم هاد السينيات
الاتفاقيات اللي كاينه بين الشراح اللي كان سيدنا في الزياره ديالو في 2016 للصين، اليوم الحمد لله يوم الاثنين وقعنا يعني مع الشركاء ديالنا الصينيين ديال المنطقه الصناعيه بالتك، وهذه المنطقه ديال محمد السادس اللي غتكون عندها ان شاء الله يعني واحد الافاق كبير ما يفوق على 167 هكتار، واللي ما هو تقريبا 800 مصنع ما يفوق على 60,000 يد عامله ان شاء الله تكون في هذه المنطقه الصناعيه اللي وقعناها يوم الاثنين.